السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند ليلة القدر والاسعار بادئة معانا من اول 45 جنيه. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عن كل انواع الترنجات من اول المقاسات العادية لحد البيك سايز. معانا كل الخامات، الاقطان والبندكس، التبطين القطيفة، معانا الغطس، الوتر بروف، كل حاجة هنشوفها معانا النهاردة، اسعار وخامات ومقاسات. ومعانا كمان الشراويل الرجالي الشتوي لحد البيك سايز، كل حاجة هنشوفها معانا. لينك التليجرام اول تعليق، رقم للتواصل طول عرض الفيديو والعنوان موجود في اخر الفيديو. بس قبل ما ابدا لايك وشير ونبدا الجوله على بركه الله. رجالي لحد المقاسات الخاصه موجوده يا مصطفى. يا باشا احنا هنبدا بالمقاس الخاص. هنبدا بالخاص على طول. تمام يلا يا باشا، خلي الغلابه تلبس ب 130 جنيه. بصوا الجمال ده، لا حط لنا البنطلون معاه كده يا فريدو. بصوا الجمال ده 130 جنيه يا باشا، مبطن وفارو من على الكبتشو. بصوا الجمال ده الكبتشو مبطن. هنقول المقاسات الخاصه دي هيبقى ب 130 جنيه مقاسات خاصه. شوف البنطلون بتاعه عامل ازاي، حلو قوي. تمام تسلم ايدك. الوان برده متاحه، وعايز اقول لكم اي حاجه فوق ال 100 هتزودوا 10، تحت ال 100 بتزودوا 5. الاسعار دي بتتقال للجمله. اما انتوا لو عايزين قطاعي، ثانيه واحده يا مصطفى، لو عايزين قطاعي يا جماعه هتزودوا 10 فوق ال 100، 5 تحت ال 100. تمام، حاجه 140 جنيه يا باشا. ده مقاسات خاصه برده. ده يا باشا ده مقاسات عاديه بس يلبس لحد كام اكس كده؟ لارج اكس 2 3 ده لحد 140 جنيه. لحد 3 اكس وعامل 140 جنيه. تمام تسلم ايدك. بص يا باشا ب 150 جنيه حاجه بالصلاه على النبي، خامه عاليه. بصوا الجمال ده، ده ب 150 جنيه. ده لحد كام اكس ده؟ ده 2 3 4. ده لحد 4 اكس وعامل 150 جنيه. ميلتون مبطن كل ده، ميلتون مبطن. ورينا التبطينه كده من جوه، التبطينه من الداخل السكر. بصوا الجمال كله مبطن زي ما انتم شايفين، شتوي كده يا جماعه. والوان متاحه من كل ده يا مصطفى. كل ده الوانه متاحه. تمام. الخامه الغطس يا باشا ب 150 جنيه. الغطس ب 150. 150 يا باشا. الجمال ده. والمقاسات لحد كام؟ ده يا باشا اكس و2. اكس و2 وعامل كام؟ 150 جنيه. 150 جنيه لحد 2 اكس. يعني بصوا الترنج الغطس ده هيبقى ب 150 جنيه. حلو قوي. طب ده زي نظام الرياضي. لا ده غطس مبطن كمان. الشياكه دي حلوه قوي ده. عندك برضك الخامه الغطس ب 165 جنيه يا باشا. ده تيشيرت خروج. مقاساته كام ده؟ مقاساته لحد كام يا مصطفى؟ ايه الجمال ده؟ 2 و3. ده لحد 3 اكس عامل كام؟ الكل عامل 165 جنيه. 165 جنيه لحد 3 اكس غطس يا جماعه، تحفه ده. ده حلو قوي ده. عاجبني جدا الخامه. شكلها تحفه قوي. الله يخليك تسلم لي. حلو قوي الخامه بتاعته، حلوه جدا جدا. ده لحد 3 اكس يا مصطفى، الوانه كلها متاحه. الوانه متاحه. تمام. خش يا باشا على العالي شويه، معلش اسعار عاليه والناس عارفه قيمه الاسعار، بس الحاجات دي بتبقى مبطنه قطيفه من الداخل والخامه. ده اللي هو البندكس يا جماعه، البندكس تبطين قطيفه. ده يا باشا ب 185 جنيه. ده بندكس تبطين قطيفه، مقاساته لحد كام؟ ده يا باشا اكس و2 و3. بصوا تبطين قطيفه زي ما انتم شايفين لحد 3 اكس، بندكس تبطين قطيفه ب 185 جنيه. افرد لنا بس البتاع كده يبقى معانا التيشيرت ده. 185. بصوا الشياكه دي تبطين قطيفه لحد 3 اكس عامل 185 جنيه. تمام بالوانه برده. الوانه كل ما تزودي ده الوانه متاحه. كل درجات الوانه متاحه. 195 جنيه ما شاء الله، اللهم صل على النبي على الاكس. عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا باشا ب 195 جنيه. ده مقاسات ايه يا ام مصطفى ده؟ يا باشا اكس و2 و3. انا كل ده لحد 3 اكس عامل 100 كام؟ 195 جنيه. 195 جنيه لحد 3 اكس. حاجة شياكة يا باشا. حلو قوي قوي قوي. بس ده مش مبطل. لا مش فده يمشي معاكم خريفي ويمشي شتوي. حلو جدا ده. تمام. عايز اقول الزيت الاولاني ده خطير بجد. بص يا باشا ده كذا موديل، بس انا جبت موديل واحد منه. يعني ده موديلين. ده 200 جنيه. هو ده بندكس برضه ولا ايه؟ اه خامه بندكس، انا كل اللي بديلك ده خامه بندكس. بصوا الفرو تبطين تحفه. ده قلنا عامل 200 وكام؟ ده عامل 200 جنيه بس. ده ب 200 جنيه لحد كام اكس؟ ده اكس و2 و3 و4. ده لحد 4 اكس. تمام لحد 4 اكس بندكس، بس افرد لنا الجاكيت. تمام. ده شيرت العكس على الكم اهوت وعلى الشروال. تمام ده ب 210 لحد 4 اكس بندكس تبطين قطيفه. كل الالوان متاحه للقطاعي. هو الجمله 200 جنيه. 200 جنيه جمله، يبقى 200 جنيه جمله 210 قطاعي. تمام. 230 يا باشا برضه خامه بندكس. جمله ولا قطاعي بقى؟ ده ما انت ذكرت قطاعي. ده سعر الجمله. جمله. تمام. 230 جنيه خامه بندكس. ده الخامه البندكس عامل 230 جنيه. اه 200 مبطنه قطيفه من كل تبطين. بصوا اللي هي القطيفه الهاي دي يا جماعه، حلو قوي قوي. ده مقاسات لحد كام يا مصطفى؟ ده لارج واكس و2. ده لحد 2 اكس. تمام. ده يا باشا لغايه 5 اكس. ده لحد 5 اكس. اه لارج اكس 2 ب 235. تمام. 3 4 5 عامل 240. 200 يعني فرق 5 جنيه. فرق 5 جنيه في سعر الجملة يا ست. تمام حلو قوي. بصوا حاجة زي كده هيبقى ب 235 جنيه. 235. تمام. بصوا معانا الخامة من جوه بندكس تحفة. ده يبقى ب 235 جنيه. تمام تسلم ايدك. 235.
ده يا باشا عامل 235 جنيه. لحد كام اكس برضه؟ ده برضه لارج اكس 2 عامل 235 3 4 5 عامل 240 برضه 5 5 جنيه 240 تمام جنيه. يعني ده هيبقى ب 235 جنيه تحفه. الماس مرتاح. الناس اللي كانت بتسال على الترنجات اللوكس يا جماعه بصوا تفتشين قطيفه زي ما انتم شايفين، وده هيبقى ب 235 جنيه ومقاساته لحد 4 اكس لحد 5 اكس 235 بس اكس 2 235 3 4 5 من اول 3 بيزيد 5 جنيه. ايوه تمام تمام من اول 3 هتزوده 5 جنيه. الحاجه رياضي يا باشا رياضي للسبورت ده عامل 250 جنيه 250 جنيه. انا مش عايز الناس تتخدم الاسعار بس لا انا عايز اقول لهم الخامات تحفه وهتوافي بسعر على طول. ده قلنا ب 250 جنيه 250 جنيه يا باشا. ده مبطن قطيفه من الداخل. بصوا تبطين القطيفه الهاي دي حلو قوي وده هيبقى ب 250 جنيه بندكس مبطن قطيفه لحد 2 اكس. لا ده اكس و2 و3 ولحد 3 اكس تمام 255 جنيه يا ست الكل 255. كل ده حاجات عاليه يا جماعه، الخامه عاليه جدا يعني الحاجه اللي بنقول عليها غسيل ولبس يعني حاجه زي كده. ده حاجه تعيش معاك يا باشا. ده عامل 255 جنيه 255 بندكس برضه طبشين قطيف. اه تعالى امسك الخامه واحكم بايدك يا باشا. تمام بصوا كله كده تسلم ايدك. هنبدا معانا الشراويل برضه حاجه زي كده 45 جنيه. الشراويل دي كلها شتوي. ايوه يا باشا كلها شتوي 45 جنيه شروال شتوي. هنزود خمسه برضه يا جماعه على القطاعي. أيوة تمام مش تمام مقاسات والوان. لحد كام اكس؟ ده اكس واتنين. ده اكس واتنين وعامل 45 جنيه شتوي جنيه. تمام من الداخل زي ما انتم شايفين أوه. كله تبطين ميلتون زي ما انتم شايفين كده تمام 47 جنيه يا باشا 3 و4 اكس 3 و4 اكس عامل كام؟ يا باشا ب 47 ما شاء الله. لا ده ميلتون مبطن ب 47 جنيه 47 جنيه 3 و4 اكس ب 47 جنيه حلو تمام. في ايه تاني معانا؟ عندك يا باشا 55 الاديداس. اديداس عامل 55 جنيه. اه ده اكس و2 و3 55 جنيه اكس و2 و3 كل ده ميلتون مبطن تمام 58 جنيه حاجه شيك يا باشا من سنتر ليله القدر. عامل كام ده؟ 58 جنيه 58 جنيه. عايز اقول لهم كل ده شراويل شتوي الصيفي موجود بس احنا بنصور لكم النهارده الشتوي تمام. الخامه الغطس يا باشا عامله 67 جنيه. الغطس 67 جنيه هتزودوا 5 جنيه وتاخدوه قطاعي يعني عمال انوه 67 جنيه مقاس واحد يلبس زي اكس لارج. اه هو تمام وان سايز شبابي اول الشبابي كده 65 جنيه لارج اكس 2 3 65 و4 و5 و6 و7 عامل 85 يعني ده في منه لحد 7 اكس لارج. والمقاس ده عامل لارج 2 لارج اكس 2 3 4 5 6 7 اكس وعامل كام ده؟ ده عامل 65 جنيه 65 جنيه وفي منه لحد 7 اكس لارج تمام. بس المقاس بيختلف في السعر ما بيعلى شويه يعني المقاس يكبر بيختلف في السعر شويه. لارج اكس 2 عامل 70 جنيه ده 70 جنيه لحد 2 اكس كل ده ميلتون مبطل كل ده هو مبطل من الداخل كل ده وبره طبطشين يا جماعه عشان ايه؟ ده شتوي. في صيفي برضه لو حد عايز شراويل صيفي موجوده هنا. عندك حاجه شياكه برضه خامه غطس بس على النبي مزارات ده شبابي بقى زي ما انتم شايفين زي ما انتم مربوع ورا قدام كنت طبعا ده شبابي قوي حاجه شياكه يا باشا. ده الغطس ده عامل كام؟ 80 جنيه 80 جنيه ده غطس خروج عايز تيشيرت وخلاص كده تمام حلو قوي. 80 جنيه ولا ده خروج؟ ده خروج حته قطن 100% يا باشا عامله 90 جنيه قطن 100% وعامل 90 جنيه. ده الميديم بتاعه ده تبطين فوطه من جوه. اه يا باشا اهو تبطين زي الفوطه من لا جوه. لا هو لا 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 حلو قوي قطن 100% قلنا عامل كام ده؟ ده عامل 90 جنيه 90 جنيه لحد اكس لارج لحد ايه؟ لا ده مقاسات اربع مقاسات ميديم لارج اكس 2 لحد 2 اكس تمام. اربع مقاسات. الخامه الغطس حاجه شياكه يا باشا بص الغطس دي معانا برضو حاجه شياكه ده خروج غطس خروج ده اربع مقاسات ب 105 لحد 2 اكس برضو. اه عامل 105 لحد دبل اكس. لا ده هو 2 اكس تمام حلو قوي. الخامه حضرتك كده تحفه حلوه جدا زي ما انتم شايفين اهو منها فيها خامه غطس تمام. معنا ايه تاني؟ ده ب 105 برضو كست الكل 105 مقاسات لحد كام؟ والوان متاحه ميديم لارج اكس 2 تمام. تعبتك معايا؟ لا تحت امرك. شكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند ليله القدر. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا وهسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ورقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان يا حبايب قلبي. العماره اللي عملت عليها زوم دي 57 شارع نجيب الريحاني دي اللي عملنا منها الجوله النهارده في الدور الاول علوي. هنوصل لها ازاي؟ احنا هنلف كده هنلاقي قدامنا ده جراش العتبه. احنا هنركب مترو وننزل محطه مترو العتبه. هنخرج من الشارع اللي جنب الجراش ده على طول ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه المترو. هنلاقي في وشنا على طول
مول صدناوي مشهور جدا ومعروف جدا هناك. بصوا انا بديكم علامات مميزه، اول ما هتخرجوا من المترو هتلاقوا على طول جراج العتبه وهتلاقوا مول صدناوي في وشكم كده. خلاص لفينا، ده الجراج وده الشارع اللي بنخرج منه من المترو. هنلف معانا كده وهنلاقي معانا العماره بتاعتنا. بصوا انا عملت لكم زوم على الشارع اللي بنخرج منه من المترو على طول. بصوا هنلف معانا كده على طول هنلاقي العماره في وشنا، ده شارع نجيب الريحاني ودي عماره 57 شارع نجيب الريحاني، هي على اول الشارع على طول، بس الباب بتاعها هيبقى من جوه الشارع. همشي معاكم لحد ما اوصلكم لحد المكتب. هنفضل ماشيين كده زي ما انتم شايفين. بصوا الشارع ده اسمه شارع نجيب الريحاني والعماره دي 57 شارع نجيب الريحاني. هنمشي على طول معانا كده لحد باب العماره، المفروض نطلع الدور الاول علوي زي ما انا عملت لكم كده بالكاميرا. هندخل من هنا بقى هنلاقي محلات كتير، ومدخل العماره هتلاقوا فيه محلات كتير هتفتكروه ان هو محل مش مدخل عماره، عشان بس يبقى عندكم علم. بصوا هنمشي كده هنلاقي ده تارجت، ده محل تارجت، باب العماره هو اللي هنا على طول، ده المدخل ده. انا كده كمان بصوا مكتوب على العماره 57 نجيب الريحاني زي ما انتم شايفين كده، شركه البركه على اول برضو باب العماره. عملت لكم زوم، هندخل العماره دي المفروض دي كلها بتبقى محلات فاتحه، يعني انتوا هتشوفوها المحلات وهي فاتحه هتفتكروها محلات مش باب عماره يعني. هنطلع مع بعض كده، العنوان ده كمان بيوديكم سنتر ليله القدر، عملت لكم منه جولات حلوه وروعه كمان للمحجبات، عملت لكم منه فيديو كان حلو جدا جدا برضو. هنفضل ماشيين زي ما انتوا شايفين كده، هنلاقي على طول سنتر ليله القدر اللي على يمنا ده، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. قلنا لكم سعر الجمله وسعر القطاعي زي ما انتوا عارفين. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشتركوا لو لسه ما اشتركتوش، ونوروني في القناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.